تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة وفي الإخراج، مخرجنا المبدع أيمن سرحيل، صبحك الله بالخير والنور والعافية، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، ومثل ما تعودنا أن أول فقرة من فقرات برنامجنا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي وما يستجد في موضوع السوشيال ميديا. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور والخير عبد الله، عليكم وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أختي أسماء. ناخذ بالضبط جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، نحب نأكد عن أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الحكومية اللي يتم إرسالها من الجهات الصحية والجهات المعنية الرسمية في الدولة. التزام الجمهور راح يساعد بشكل كبير في أن نحن جميعا نتخطى هذه الجائحة. نعم. أيضا ما زالت الأوسمة اللي تصدر الفند، هي الأوسمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والعلاجات الجديدة، وما شاء الله كل يوم يطلع فيروس جديد والناس تتخاف، لكن يعني أتمنى من الجميع أنهم يعني يلجؤون للمصادر الرسمية، سواء في طريقة العلاج، نحن بعض الأشخاص قاعدين يرسلون علاجات أو أشياء خاطئة قاعدة تنتشر في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحب نأكد أن ما في معلومة نحن راح نحطها للجمهور راح تكون غلط، إن في النهاية يعني المقدمة هو لصحة وسلامة الجميع، فنتمنى أن يعني ما يلجؤوا، مشكلة من لبس بالطو يعني دكتور، ولا لبس بالطو وحط جملتين يعني صار يعني هو الشخص المعني. نعم. حتى لو كان كاتب ان انا يعني طبيب، شو عرفك انت هو طبيب ولا لا؟ فنتمنى ان نحن يعني نتاكد اكثر من المعلومات قبل ما نعيد نشرها. ايضا الحين كنا مركزين في قنوات التواصل الاجتماعي هيئة الصحة بدبي، خلال هذا الاسبوع الجاري استخدام البلازما لعلاج المرضى من فيروس كورونا، وهو من بلازما المرضى المتعافين. هذا جزاها في هذا الأسبوع. أيضاً نحن نحب نذكر الجميع بمراكز مركز الفحص من المركبة لكشف عن فيروس كورونا المستجد في نادي النصر، يعمل يومياً من الساعة 8 إلى الساعة 6:30، والحجز هو 3-4-2، لكن وايد وصلتني أسئلة إذا هو مجاني أو غير مجاني. هو مجاني للجميع، لكن هناك 5 فئات معنية من يعني أو إن هي مستثناة من الرسوم، وهي الوحيدة اللي نحن نتم فحصها في خيمة نادي النصر. ممكن يرجعون أيضا قنوات التواصل الاجتماعي، تم وضع دليل خاص بهذه الخيمة. أيضا هناك إرشادات مهمة لتعقيم أماكن العمل، وهي أيضا موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، حطيناها خلال 24 ساعة الماضية. نتمنى من الجميع السلامة ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أختي أسماء الجناحي، ودمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الأطعمة التي تساعد على تغذية الدماغ، مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة أرين رشيد، ولكن مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل وإن شاء الله متواصلين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم جميعا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، هناك أطعمة تساعد على تغذية الدماغ، وأطعمة أيضا تساعد على تعزيز النشاط بالدماغ وأيضا على رفع القدرة على التركيز. حديثنا اليوم ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأطعمة التي تساعد على تغذية الدماغ مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عرين رشيد. الأستاذة عرين، صباحك الله بالخير والنور والعافية. صباحكم سعادة إن شاء الله يا رب، وشكرا كثير للبرنامج لأنه فعلا بتطرق لمواضيع جدا مهمة خلال هالأيام هذه. نعم. ومن أسباب طبعا تطرقنا لهذا الموضوع اللي هو تنشيط الأغذية التي تنشط خلايا المخ وترفع قدرة على التركيز، لأنه إحنا هلأ في حالة أنه كلياتنا في البيوت وفي المنازل، وفي بعض الأشياء ممكن تأثر على تركيزنا وصعوبة استرجاع بعض المعلومات المخزنة في الدماغ كمان. صحيح. فبدنا نركز على هاي بعض الأغذية التي كمان ممكن تساعد في هذا الإشي. نبلش طبعا بأول إشي وأهم إشي طبعا بالموضوع، لأنه نظرا لقلة النشاط أثناء البقاء داخل المنزل وعدم الشعور بالعطش، شرب المي جدا مهم، لأنه المخ بالذات يحتوي على 75% من المي، فإذا قللنا من شرب المي يؤدي إلى جفاف خلايا المخ، وهذا طبعا يؤثر على أدائه. لذلك ننصح بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء في اليوم، مراعاة طبعا إذا بنمارس الرياضة طبعا في البيت بنزيد الكمية. هاي واحدة من الأشياء الأساسية. الشغلة الثانية كمان بتطرق إلها موضوع الأكل الأسماك والمكسرات. شو سبب هذول النوعين؟ لأنهم يحتوي على الأحماض الدهنية اللي هي الأوميجا 3، وهذه الأحماض الدهنية كتير بتساعد على تنشيط الذاكرة في المخ وأيضا استقبال المعلومات وعملية التعلم، خصوصا إنه إحنا هلأ حاليا معظم الطلاب الجامعات والمدارس عم بتعلموا عن بعد، فبيحتاجوا لكمية من التركيز لأدائهم في التعليم، فهذا عشان هيك بنركز على هدول الأشياء. الشغلة الثانية عنا اللي هي الفواكه. طبعا إحنا بنعرف إن الفواكه والخضروات من الأشياء المهمة جدا التي لازم تحتويها وجبتنا الغذائية اليومية في البيت. شو أنواع الفواكه؟ ممكن أقول كتير في من الأنواع الفواكه الموجودة بتساعد على موضوع التفكير والذاكرة، من أهمها خلينا نقول التوت، البطيخ، الأناناس، البرتقال، الكيوي، وأيضا الأفوكادو. فهي من الشغلات اللي جدا مهمة تكون بأكلنا اليومي. طبعا بحب أنوه على شغلة مهمة من نوع الخضروات كمان، البروكلي. ليش مهم هذا النوع بالذات؟ لأنه يحتوي على فيتامين كاف، وهذا الذي يعزز على تقوية الذاكرة. الشغلة كمان ممكن أزيد عليها كمان موضوع القهوة. طبعا إحنا كتير منحب القهوة ودائما لازم نشربها في الصبح أو خلال اليوم. شو السبب؟ لأنه القهوة تحتوي على طبعا الكافيين ومضادات الأكسدة، وهذه تحتوي هاي النوعين من المغذيات الموجودة في القهوة بتساعد على اللي هي السيروتونين اللي بيساعد على نقل بنسمي إحنا الخلايا العصبية في الدماغ. فكمان القهوة جدا بتساعد، بس مش في كميات كبيرة طبعا، إحنا بنحكي بكميات معتدلة خلال اليوم، ما نشرب منها كتير. كمان ممكن أنوه على شغلة بسيطة كمان اللي هي موضوع الشوكولاتة الداكنة. إحنا بنقول عنها الداكنة، مش الشوكولاتة اللي فيها دهون كتير اللي فيها حليب أو فيها مكسرات، لا، إحنا نحكي عن الشوكولاتة الداكنة بارتباطها بالشعور بالسعادة والإيجابية. نعم. وطبعا تحتوي على مضادات الأكسدة وكمان الكافيين. نعم. أستاذة عرين، عفوا بس عندي سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة من الأخت زينب محمد عيسى.
سؤالها طبعا تقول ان هناك بعض الأطعمة اللي ترفع ضغط الدم، وبعض الأطعمة اللي تجعل يعني اعتدال في ضغط الدم. فسؤالها هل بالأخص، يعني سؤالها لأن هي احتمال تأخذ أدوية الضغط بشكل مستمر، فسؤالها هل الموز يؤثر على ارتفاع ضغط الدم؟ وإذا كان لا، كم المعدل اللي ممكن هي تأخذه خلال اليوم؟ أول إشي الموز من الفواكه المشبعة طبعا بالألياف، نعم. والموز يعتبر طبعا فيه نسبة عالية جدا من البوتاسيوم. هلا البوتاسيوم يساعد على اعتدال ضغط الدم، لأنه بيساعد كمان الصوديوم في الجسم. نعم. هلا الموز لا، ما له علاقة في ضغط الدم، بالعكس احنا بنحبذ انه يتاكل الموز، بس احنا طبعا الكميات خلال اليوم هي يعني الموز يعتبر نوع حصة واحدة من الفواكه، نعم. فاحنا ممكن كمان يعني بنشجع طبعا تنويع في الفواكه، انه ما نركز على نوع واحد، بس صحيح. اذا بتحب تاكل الموزة ممكن تاكل يعني مرة في اليوم او مرتين، وتنوع بانواع ثانية من الفواكه، لانه كل الفواكه طبعا تحتوي على البوتاسيوم، وكمان بتساعد على اعتدال اللي هو ضغط الدم. نعم أيضا أختي، شكرا أختي عرين. أيضا أنت تطرقتي في البداية الموضوع، تكلمنا بأن الأطعمة التي تساعد على تغذية الدماغ، ونحن قلنا أيضا على رفع يعني قدرة التركيز. واليوم مثل ما تعرفين أن الأطفال موجودين في البيت، وأيضا الدراسة عن بعد، لو تحدثينا شوية في هذا الجانب، يعني الأطعمة اللي تساعد على تركيز الأطفال وبالأخص في الفترة هاي. هلا ممكن بالنسبة للأطفال هي نفس التغذية اللي حكينا عنها بالنسبة للمكسرات بالذات، نعم. لأنه زي ما حكينا أنه فيها الأحماض الدهنية اللي هي الأوميجا 3 بتساعد جدا على موضوع التركيز. عندنا طبعا البروكلي، الخضروات، بس كمان الخضروات الداكنة اللي هي الخضراء الداكنة، كمان هاي من الأشياء اللي فيها الفيتامين كافي اللي بتساعد أيضا على التركيز. وممكن كمان الفواكه، طبعا شرب المي من الأشياء جدا أساسية، لأنه كثير في من الأطفال إحنا بنعرفهم إنه ما بيشربوا كتير كمية كافية من المي، خصوصا إنهم ما بيحسوا بالعطش، فإحنا صحيح ما بدنا نوصل لموضوع العطش، هو الأفضل إنه نشرب المي قبل ما نحس بالعطش. صحيح فبنحب إنه للأهالي طبعا يركزوا على الأولاد إنهم يشربوا المي بوفرة خلال هالفترة هاي. نعم. الأخت عرين أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء معنا، نرحب بملاحظاتكم، وأيضا نرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، نحن تحدثنا كثيرا خلال المواضيع أو الحلقات السابقة عن تقليل الخروج من المنزل والخروج فقط للضرورة القصوى، أيضا عدم المبالغة في الشراء، عدم اصطحاب الأطفال في بعض الأوقات يعني في حاجة الضرورة للخروج من المنزل. مستمعينا الأعزاء، مواضيع أكثر، وبنتحدث عن الأمور هاي بشكل أكثر مع الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أخ عبد الله وجميع المستمعين. الله يحييك دكتورة. نحن قبل لا ندخل في حديثنا معاك، أيضا نريد نذكر يعني معاك أن يعني اليوم مفروض أن الواحد لابد أنه يخطط، التخطيط مهم جدا للخروج من المنزل، وبالأخص يعني مثل ما هو حديثنا اليوم عن التسوق بأمان، أن كيف الواحد يخطط أنه يطلع من البيت، وكيف أنه يعني يستغل الوقت في التسوق للمشتريات بحيث أنه يعني ما يأخذ وقت كبير جدا خارج المنزل. دكتورة، في بداية الحوار معك خلنا يعني ننشط معلوماتنا وأيضا معلومات المستمعين الأعزاء عن الفيروس كورونا أعراضه، لأن هناك الكثير من الحديث أيضا بأن في تشابه بين أعراض الكورونا فيروس وأيضا أعراض الإنفلونزا العادية. طبعا الفرق بين الأعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد هي ما في فرق كبير فيما بينهم،
هي تقريبا نفس الأعراض اللي حال أي إنفلونزا عادية. أبرز الأعراض هي درجة الحرارة العالية، الحمى الشديدة، ويكون في كحة ناشفة، هاي واحدة من الأعراض. بعد صعوبة في التنفس، وفي بعض الحالات يكون في ألم في الحلق أو ألم في الجسم وغيره. نعم دكتورة، يعني شو اللي ينبغي على الواحد أن يقوم به في حالة إذا كانت هناك تشابه في الأعراض يعني بين الاثنين؟ يعني في هناك بعض الأسئلة، عندي سؤال، هل يتوجب عليه أن يذهب إلى المراكز الصحية لعمل فحوصات، أو أنه يعني يحجر نفسه لمدة أيام معينة وعقب إذا مثلا تطورت الأعراض هاي يلجأ إلى المراكز الصحية؟ طبعاً إذا كان له تاريخ سفر أو تاريخ مخالطة مع شخص مريض بفيروس كورونا، هني إحنا نقدر نقول له إنه يجب عليه التوجه إلى المركز الصحي. أما إذا كانت أعراض إنفلونزا عادية ومكانت غير شديدة، إحنا ما ننصح في هاي الفترة إن يروحون للعيادات لأعراض برد عادية، إلا إذا ساءت حالتهم أو كانت أعراضهم جدا شديدة وجدا متعبة. وفي خيارات ثانية أخ عبد الله، يقدرون هم دائما يأخذون استشارة عن طريق تطبيق، عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن. هذه الخدمة موجودة في إمارة دبي، يقدرون يستعملونها المواطنين والمقيمين، موجودة 24 ساعة، يقدرون يتصلون يأخذون موعد مع الطبيب ويقدرون يخبرون عن الأعراض، والطبيب هناك يقدر يشور عليهم شو هو الإجراء الصحيح المتبع. نعم أيضا دكتورة، هناك الكثير من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة بشكل عام، ودعوة أفراد المجتمع لتجنب أماكن الزحام والتجمعات، ما أهمية ذلك دكتورة وبالأخص في هذا الوقت؟ طبعا الحين احنا الدولة زادت من سقف إجراءاتها الوقائية والاحترازية. إمارة دبي صار عندها حظر كامل، وصارت في تصاريح للخروج، وهذه التصاريح تكون فقط للحالات الطوارئ أو إذا الواحد يروح يشتري مستلزمات الأساسية فقط من الغذاء والدواء. وطبعا إذا كان الواحد عنده عمل فهذول فقط هم الناس المسموح لهم أنهم يخرجون في الوقت الحالي. هذه كلها إجراءات الدولة حطتها والجهات المعنية حطتها زيادة في الوقاية، وعشان إحنا نقدر نسيطر على انتشار المرض. وكل خطوة الحكومات تتخذها هي تضع في قائمة أولوياتها صحة وسلامة الأفراد، أفرادها. نعم دكتورة، مثل ما تكلمنا في بداية حديثنا معك بأن طبعا هناك تدابير وهناك إجراءات احترازية بخصوص موضوع الخروج من المنزل إلا يعني للضرورة، طبعا لابد أن هناك في بعض الناس تحتاج للخروج من المنزل للتسوق وبالأخص التغذية، ما هي الطرق الوقائية دكتورة الأفضل اللي 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 اتباعها يعني قبل الخروج من المنزل؟ طبعا الضرورة القصوى احنا نقصدها هي شراء مستلزمات الغذاء والدواء فقط. لازم هو يتبع كافة إجراءات الوقائية لما يخرج من المنزل، يرتدي الكمام، يرتدي القفاز. احنا ننصحه انه هو يرتب قائمة بالأشياء اللي هو يحتاج يشتريها عشان ما ياخذ وقت كثير في الجمعية وهو يتسوق فيها. احنا ننصح يكون يخرج شخص واحد، ويفضل هذا الشخص يكون في كامل صحته، ما عنده أي أمراض مزمنة، ما يكون كبير في السن، ما تكون حامل، ما ياخذ معه أطفاله. يعني احنا دائما نقول نقلل من عدد الأشخاص الذاهبين للجمعية. طبعا هو شخص واحد هو اللي ننصح فيه. وطبعا بعد احنا نقول ان ما يحتاج انت كل يوم تروح الجمعية، حاول تقلل ذهابك للجمعية مرة في الأسبوع، مرة كل أسبوعين، والأفضل طبعا ان يكون مرة في الشهر. فأنت تجهز قائمتك وتتخذ إجراءاتك الوقائية وبعدين تروح الجمعية. صح دكتورة، أيضا يعني أنت تفضلتي في موضوع الوضع القائمة يعني اللي نحن نسميها اليوم التخطيط، يعني اليوم المفروض أن الواحد ما يطلع من البيت إلا إذا يكون هو مخطط يعني بيصير بيشتري أغراضه، المستلزمات الغذائية لابد أنها مكتوبة دكتورة على ورقة وياخذها وهو يعرف
و100% متأكد بأنه هو بيصير وبيشتري الأغراض اللي موجودة في اللستة وبيرجع، لأن اليوم مش الوقت المناسب بأني أنا أسير الجمعية واعتبر أني أنا ساير أتسوق، أو مثل ما ذكرتي دكتورة بأني أنا أشيل معايا الزوجة أو أني أشيل معايا الأطفال، لأن اليوم أصبح في أماكن اللي فيها مثل ما تفضلتي دكتورة الزحمة ممكن تكون سبب للعدوى. فلو يعني تحدثينا شوية دكتورة عن موضوع التخطيط قبل الخروج من البيت، وبالأخص لموضوع المشتريات الغذائية. طبعا في سبب ثاني، ان انا نصحتهم انهم يكتبون القائمه عشان هم يتجنبون الاسراف في شراء الحاجيات اللي هم ما يحتاجونها. يوم واحد ما يكون مخطط له شو يحتاج في الجمعيه، طبعا راح ياخذ كل الاشياء اللي موجوده قدام ناظريه. فالقائمه بعد هذه بتساعد في عمليه تقنين شرائك للاشياء، وتلتزم بشرائك للاشياء اللي انت بالفعل تحتاجها. طبعا احنا لما نروح الجمعية في بعض النصائح اللي احنا بعد لازم نلتزم فيها لما نذهب للجمعية، ما ندخلها اذا كانت مزدحمة وشفنا انها مزدحمة كثير. صحيح. نأجل زيارتنا اليوم ثاني او ننتظر شوية لين ما الجمعية تخف. سلة التسوق او عربة التسوق نتأكد انها هي معقمة قبل ما احنا نمسكها. نحافظ على تباعدنا الجسدي بيننا وبين الأشخاص الآخرين الموجودين في الجمعية، بيني وبين العاملين في الجمعية، المحاسبين في الجمعية، أحافظ على مسافة كافية بيني وبينهم لا تقل عن مترين. صحيح دكتورة. أيضا يعني من الأشياء اللي نحن نشوفها في الأماكن التسوق هو الازدحام، يعني ما زال لين اليوم في ازدحام وفي تجمهر يعني الناس في بعض المناطق، وبالأخص يعني اللي أنا أشوفه ولاحظه في أماكن اللي فيها الورقيات الخضروات، أو في بعض الأوقات أماكن اللحوم والأسماك. فالمفروض يعني الشخص إذا شاف إن في شخص موجود وبعده جالس يتسوق، مفروض أني أنا ما أسير وأزاحمه، يعني يعني أنتقل إلى مكان ثاني وأشتري أغراض ثانية عقب أرجع لهذا المكان، بحيث أني أنا أتأكد أني أنا ماخذ كل الإجراءات الاحترازية سواء القفازات والكمامات، عقب يكون المكان جاهز أني أنا أسير أشتري الأغراض. تحدثينا دكتورة أكثر عن الالتزام بالمسافات المقررة وما هي الإجراءات الاحترازية وأهميتها أني أنا أحافظ أن يكون المسافة اللي موجودة، لأن تعرفين دكتورة اليوم يعني خلنا نحن نكون واقعين، الأماكن اللي فيها الخضروات أو الورقيات ترى ما بهي مترين ولا متر ونص، يعني أماكن ضيقة، فلابد أن الواحد يعني يحط بعين الاعتبار أني أنا لابد أن يكون المكان هذا فاضي وآمن أني أنا أشتري الأشياء هاي على أساس أنه أخذ بعين الاعتبار موضوع المسافة. طبعا احنا لازم نتحلى بالصبر اذا شفنا هاي الاماكن عند الخضروات والارفوف او عند الثلاجات تكون مزدحمه، ننتظر لين ما الشخص ياخذ غرضه ويروح. وليش احنا دائما نعيد ونزيد في اهميه التباعد الجسدي؟ لان هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، وهذا الرذاذ يعني يتحرك مسافه معينه من المسافه لمسافه مترين. فإحنا عثت شيء نقول لا سمح الله إذا كان الشخص الثاني القريب منك عنده أعراض أو عطس أو كح، أنت بهاي الطريقة تحمي نفسك من أنك تلتقط هذا الرذاذ المتطاير عليك. إذا كان المكان زحمة إحنا نقول اتحلوا بالصبر، وإحنا نبقى بعد نتجنب الهستيريا الشراء. لما نوصل ناخذ الخضروات والفواكه، وهذه ناخذ بس حاجتنا، ما ناخذ اشياء احنا ما نحتاجها او كميه احنا يمكن ما نحتاجها. دائما نفكر احنا بهاي مسؤوليه المجتمعيه، انا ما راح اخذ الا كفايتي، لاني انا بعد ابا الشخص الثاني اللي ينتظر في اللاين بعد ياخذ كفايته من الخضروات والفواكه. يعني هذه احنا في اوقات يعني نحاول ان ما تصيبنا هستيريا الشراء. نعم. وفقط نشتري ضرورياتنا واحتياجاتنا الأساسية، ويعني وما نزاحم الناس، ننتظر دورنا، نحافظ على مسافتنا هذه بيننا وبين الأشخاص الآخرين. نعم. وفي بعض الناس دكتورة هند يتوقعون أن الأغراض بتخلص. الحمد لله الأغراض موجودة وبشكل يومي، يعني مثلا اللي يصير الجمعية تشوف الأرفف الحمد لله رب العالمين موجودة كل شيء، لا حد يتوقع أنه يعني مثلا الأغراض بتخلص فلابد أني أنا أسير أشتري على أساس أني أخزن الأغراض في البيت. لا
طبعاً يعني إحنا شفنا عدد من الجهات المعنية راوتنا أرصف وأرصف من المواد الغذائية اللي يصير إحنا يوم نشوف غرض معين مخلص، هذا معناته الشخص اللي قبلي واللي قبلي كان ماخذ زيادة عن حاجته أو مخزن الأغراض عنده. فمش لأن هاي الأغراض مش موجودة في البلاد، لا لا هي موجودة، ولكن في هذه اللحظة يمكن الأشخاص اللي كانوا قبلنا أخذوا زيادة عن حاجتهم، وهذا هو السبب اللي مثلا بعض الأغراض إحنا نحتاجها ما نشوفها. لكن إحنا شفنا عديد من الجهات راوتنا المخازن الأكل، صحيح. وحكومتنا وقادتنا طمنونا إن ما له داعي أبدا لهذا القلق والفزع والهلع هذا كله. صحيح. الواحد يتسوق بذكاء، يفكر مش فقط في نفسه وعائلته، يفكر في جميع أفراد مجتمعه. ولا إن شاء الله ما راح يكون عندنا أي نقص في أي شيء. وأيضا دكتورة نحن نبغى نذكر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أيضا، أن موضوع التغذية وموضوع الدواء بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة المواطنين والمقيمين هذا خط أحمر، وأيضا ذكر أن لا حد يحاتي لهذا الموضوع. بالضبط. طبعا بعد في نصائح إضافية للناس في الجمعيات، إحنا يعني نقول لهم لما أتون في الكاشير تبون تدفعون، حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الشخص اللي قدامكم، مسافة كافية بينك وبين المحاسب، وأنا أفضل بعد أنك تدفع بالبطاقة الائتمانية. إحنا نبي نقلل من تداولنا بالأوراق النقدية قدر الإمكان، تدفع بالبطاقة الائتمانية، ولما تأخذ أغراضك ومشترياتك هذه طبعا في سلسلة ثانية من التعقيم والتنظيف ومجرد ما أنت توصل للمنزل. نعم. أيضا دكتورة هند، يعني من خلال حديثك وتركيزك على بعض النقاط، موضوع التجول في الأسواق والمتاجر ببطء يعني مثلا وأخذ وقت زيادة، طبعا أكيد يعني هناك مخاطر ممكن أنها يعني تترتب على الشخص، فلو تحدثينا عن المخاطر هاي. وأنت أرد يعني وأنت ذكرتي دكتورة بأن لابد أن الواحد يخطط قبل لا يطلع من البيت، فإذا خطط فمعنات أنه هو عنده زمن معين يتخلص من مشترياته ويرجع البيت. يعني احنا في ظل هذه الظروف هذه، احنا يعني خروجنا للجمعية مش خروج تنزه او خروج ان احنا نغير فيها جو، لا. صحيح. احنا نطلع ناخذ في غرضنا واحتياجاتنا، لان بقائي انا في الجمعية لمدة اطول هذا معناته اني انا اخرت على الشخص الثاني اللي ينتظر دخوله للجمعية. بعد يعني هذا راح يسبب ضغط على الجمعية وعلى الأشخاص وكله. فإحنا نقول الواحد ياخذ فقط احتياجاته، يكون مخطط لزيارته للجمعية، ومقلل قدر الإمكان من روحاتنا للجمعية وعدد الأشخاص اللي بيروحوا للجمعية. يعني هذه أهم النصائح اللي إحنا ننصح فيها الناس، خصوصا الحين شهر رمضان راح إن شاء الله راح يهل علينا، وإحنا بعد نعيد ونذكر الناس إن ما له داعي للخوف والهلع، ويشترون أغراض زيادة عن حاجتهم، يكتبون لستهم ويتوكلون ويروحون الجمعية في وقت مناسب، يختارون الأوقات اللي ما تكون فيها مزدحمة، ويتجنبون الذهاب في مجموعات. وهذا أهم نقطة دكتورة. أيضا يعني دكتورة هناك الكثير من التساؤل يعني في نفس الحوار اللي نحن نتكلم فيه بالنسبة لأماكن التسوق، يعني بعد الرجوع خلنا نقول يعني الشخص رجع اشترى أغراضه حسب الإجراءات وحسب الوقت المطلوب ووصل البيت، شو تنصحين دكتورة هند بالنسبة لعملية يعني فرز الأشياء من الأكياس هاي؟ كيف تكون الطريقة؟ كيف يكون مثلا يعني أخذ الأكياس البلاستيك هاي يعني أخذ الأغراض هاي وضعها في أماكن صحيحة؟ طبعا هذه الأكياس أنا أنصحهم أنهم ما يدخلونها للمنزل، يحطونها في مكان خارج المنزل، ويطلعون الأغراض من هذه الأكياس يحطونها في بوكس معين. نعم. ويدخلون هذا البوكس لداخل المنزل، يخصصون منطقة معينة فقط لهذه المشتريات، ويخرجون غرض غرض ويتأكدون غرض غرض أنهم عقموه، مسحوا عليه بالمناديل المعقمة أو رشوا عليه المعقم، وغرض غرض يطلعونه من البوكس ويعقمونه، وبعدين يحطونه في أماكنها سواء كانت الثلاجة أو الأرفف أو غيرها. صحيح.
دكتورة، حابين بس تعطينا نصائحك يعني بشكل عام بخصوص موضوع يعني الطلب الوطني من الدولة بأن الكل يكون موجود في البيت. شو نصائحك بهذا الموضوع؟ وأيضا موضوع يعني إذا لزم الأمر أن الشخص أنه يحتاج يطلع من البيت، شو هي الإجراءات اللي مفروض يتبعها قبل لا يطلع من البيت؟ طبعا احنا الحين في وقت جدا حساس، والطريقه الوحيده اللي افراد المجتمع يقدرون يساهمون في حمايه مجتمعهم وافراد مجتمعهم انهم هم يظلون في المنزل، ما يخرجون الا للضروره اللي هي احنا نقصدها لشراء المستلزمات من الاغذيه او الادويه، او اذا يروحون الى عملهم او الى لزياره المستشفى لظرف طارئ. فهذه هي اللي احنا نقصد فيها بالضرورات القصوى، يظلون في منازلهم. احنا نعرف ان الناس بدأت تتعب وهذا، لكن هذه الفترة جدا حساسة عشان احنا نقدر نسيطر فيها على انتشار الفيروس، نقلل من عدد الحالات المكتشفة، وبهاي الطريقة احنا نسمح لقطاعنا الطبي ان يعالج الحالات الموجودة حاليا، ونتجاوز هذه الأزمة بكل يسر وسهولة. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي هيئة الصحة بدبي، دكتور حديثنا كان معاك شيق، شكرا لمعلوماتك الجميلة ونصائحك الطيبة، شكرا جزيلا لك. العفو، دمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة. ومستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحب أني أذكركم مستمعينا الأعزاء، خلكم في البيت دائما، خلكم في البيت، وتذكروا دائما بأن وجودكم في البيت هو سبب في نجاح فرق العمل التي تعمل 24 ساعة لصحتكم ولسلامتكم. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج، الأستاذ الفاضل أيمن سرحيل، كل الشكر والتقدير لك، وتقبلوا تحياتنا عبد الله جمعة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.